تليفون. نجاة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله. وبركاته. ممكن أسأل زين الشيخ سؤال؟ اتفضلي. كنت بسأل حضرتك، أنا كنت لما بتوضى وأصلي وكده بحس إني وأنا بصلي جسمي واجعني، وبحس إني بتوب كتير وأنا مش في طبيعتي، بتوب كتير وأنا بصلي يعني في الحقيقة في الطبيعي، وجسمي بيبقى واجعني طول ما أنا بصلي، وبحاول إن أنا أعافر وكده بس بتعب مش عارفة. جسمك بيوجعك وانتي بتصلي بس؟ أو بتوب كتير، بحس ان انا بقطع القران وبتوب كتير وانا بصلي، ما انا في الطبيعي ما بتوبش يعني. حاضر. طيب عندك قد ايه يا نجاة؟ عندي 20 سنة. طيب حاضر، تابعين. اتفضل يا شيخة. بص يا ستي، قال الله تعالى عن الشيطان حكاية عن قسم الشيطان حينما أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت فاكرة لما احنا شرحنا مع بعض قلنا إنه الشيطان ملوش علاقة بالناس اللي في الخمار. ايوه خلاص، هو قام بالدور اللي عليهم وهو نجح في إن هو يعمل معاهم اللي هو عايزه، لكن هو يروح لمين؟ للي عايز يصلي، للي عايز يقرأ قرآن، للي عايز يطلع صدقة، ما احنا مش للي عايز ساعات بنقعد يستغفر. نقول أول ما نمسك المصحف يكبس علينا النوم أيوه ونبقى هو عايزين ده بقى، ننام ونقعد هو ده نتاوب. بقى، هو ده بقى. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهي تعمل ايه عشان تتخلص من هذا الامر؟ لابد ان تستعين بالله سبحانه وتعالى وتستغفر الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تستسلمش للمعنى ده او للوهن اللي الشيطان ما بيلقيه تركزش فيه يعني. للوهن اللي الشيطان بيلقيه في نفسي وفي قلبي. الشيطان لما يجي للواحد وهو بيصلي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، زي سيدنا النبي ما قال للصحابي لما الصحابي سأله ان الشيطان بيجيني بيلبس علي الصلاه، بينسيني، بيوهني، بيحسسني ان انا ضعيف، فالنبي قال له ايه؟ قال له ادفل عن يسارك ثلاثا، ادفل عن يسارك يعني نفخ خفيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة واثنين وعشرة لحد ما يحصل إيه؟ لحد ما يحصل تغلب على الشيطان. إنما الشعور اللي هي بتقول لي عليه ده هي مش تعبانة ولا أي حاجة خالص، ده وهن بيلقيه الشيطان عشان يثبطها عن العبادة، عشان يقعدها، عشان يقول لها ده أنت لما بتيجي تقري بتقعدي تتوبي. طب أنا هقول لك على حاجة، أصلا أنا عندي رقية للوقاية من الحسد. أنا عندي رقية في القرآن للوقاية من الحسد. أنا عندي سورة الفاتحة، مش احنا لسه قايلين لسه بنقولها وكنا لسه هنقول هي شفاء للقلوب. القلوب ازاي؟ بس خليني اقول لها الوقايه من الحسد. سوره الفاتحه اول 5 ايات من سوره البقره، ايه الكرسي اخر ايتين من سوره البقره، سوره الفلق، سوره الناس. دول كم موطن؟ ست مواطن. الفاتحه اول 5 ايات من سوره البقره، ايه الكرسي اخر ايتين من سوره البقره، سوره الفلق، سورة الناس. كل واحدة فيهم تتقري حسب حالة الحسد اللي موجودة، مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 مرة. طب وهي تعرف إزاي حالة الحسد اللي موجود؟ ما هو كل ما كان التثاؤب أكثر ممكن. بص عشان نكون صراحة وإحنا على الهوى، 99.5% من الحالات اللي بتقول إن هي عندها سحر ما عندهاش سحر، عندها حسد، فبيختلط عليها الأمر. البنت بتذاكر كويس جدا، تيجي ليله الامتحان قرفانه وزهقانه ومش عايزه تذاكر ومش عايزه تروح الامتحان، يقوم من النوم الصبح كان بيبقى نشيط وعايز يروح شغله، همدان ومش ومش قادر يتحرك، مش همدان ولا حاجه، مش عايز، كاره الشغل، الحسد. ولذلك بنقول له ايه؟ اقرا على نفسك اهو، ادي احنا بنقول اهو، سوره الفاتحه اول 5 ايات من سوره البقره، ايه الكرسي اخر ايتين من سوره البقره، سوره الفلق، سوره الناس. اقرا كل واحده، كل سوره يا مره يا 3 مرات وتر، يا 5 مرات، يا 7 مرات، يا 9 مرات، يا 11 مرة. فالكنترول كله محسود. الكنترول كله ربنا يصرف عنه. اقروا اعلى درجه بقى يعني. ربنا يصرف عنه على عنهم يا رب ان شاء الله. خلي بالك ان الحسد لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق، خلي بالكم الحته دي. وسيدنا يقول عليه الصلاه والسلام كل ذي نعمه محسود. فعلشان كده هي تحصن نفسها كويس جدا. أنا عشان أخرجها بره الحالة اللي هي بتقولي عليها، إذا كنت أنا بقول لك دلوقتي الوقاية من الحسد القرآن. الوقاية من الحسد القرآن، فإزاي لما بتيجي تصلي وتقري قرآن بتتوبي وتحس إن جسمك خمدان؟ بالظبط، ده تثبيط من الشيطان. عشان ده بقى لعب الشيطان بقى، عشان يوسوس لها، عشان يخرجها بره العبادة، يقول لها شوفي لما زي ما بيحصل، ما احنا بنبقى ماسكين المصحف ويجي يشغلني 5000 شغلانة، لا ويفكرني بحاجات كنت ناسياها، عشان ما اقراش، عشان ما اقربش من ربنا سبحانه وتعالى. وهو ربنا قال اهو، قال المرض اهو، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل طاعة اجي اقعد لهم فيها،
ابوظ لهم الحاجه دي، اخرجهم بره الشغل. اللي يبقى مركز قوي وفاهم انه لو تذكر حاجه مثلا وهو بيقرا القران الكريم، لا يبقى عارف ان هو ممكن يستنى لما يخلص. صحيح صحيح.